الماده بتاعتنا هي الجزء الثاني من السيركتس اللي هو بيتكلم على الابلكيشنز. طبعا الابلكيشنز معناه ان هو ان شاء الله يكون اضرب بكتير واحلى بكتير من السيركتس 1 اللي هو كان عباره عن نظريات الاساسيه للسيركتس. يعني احنا المفروض الترم دوت فلو اتعلمنا النظريات بنطبقها بننفذها. بننفذها على ايه؟ على بعض التطبيقات الابلكيشنز او بعض الظواهر الطبيعيه اللي بتحصل غصب عننا. طبعا احنا اخذنا نظريات السيركت في الترم الاولاني عشان نستعملها في بقيه المواد غير القاره ان شاء الله. اذا ماده الالكتر سيركتس مش ماده لوحدها كده هتذاكرها وترجع فيها وتنساها، لا ده احنا بندرسها عشان نستعملها في بقيه المواد غير التخرج. في اي ماده كده تبقى فين الدكتور بتاعك بيستخدم ميدي ال، جي سي ال، اوزو، المش، النوت، السورس ترانسفورميشن، سوبر بوزيشن، ثيفلين، نورتون، ماكسيموم باور ترانسفير الى اخره. وبقيه المواد هنلاقي احنا بنتعامل مع سبلاي دي سي او الجنرال بتاع اللي هو سبلاي ايه؟ الاي سي مش كده؟ عشان بعد ما خدنا الاي سي عرفنا ان الاي سي هو عباره عن حاله خاصه من الاي سي. مظبوط؟ ايه تعريف الدي سي سورس؟ هو عباره عن الاي سي سورس لما يكون الفريكونسي زيرو. هو ده تعريف الدي سي. الدي سي معناه ايه؟ الدي سي سورس معناته ان انت على المستوى هو دي سي بس لما يكون الفريكونسي بايه؟ بزيرو. لو الفريكونسي بتاعنا زيرو يبقى في حاله من الاحوال دي سي سورس. سورس لا يتغير مع الدم. احنا في الاول قعدنا نتعلم النظريات كلها على دي سي وبعدين قالوا لنا ان احنا ممكن نطبقها هي هي على ايه؟ على دي سي اللي هو المور جنرال، وان الدي سي ده حاله خاصه من الدي سي لما يكون فريكونسي بيساوي زيرو. يعني الجنرال سورس هو دي سي. طبعا لما نكبر شويه هنعرف ان الاي سي والدي سي حاله خاصه من المور جنرال سورس. في سورس يا جماعه عام من الاي سي والدي سي. ده ان شاء الله هنعرفه الاواخر السنه الجايه كده ان شاء الله. واللي اوحلنا الفكره بتاعته لعالم الاقراص. هل انت درست في الرياضه الاقراص المنصور ولا لسه؟ حتى بقول. العالم الاقراص عمل حاجه اسمها الاقراص ترانسفورم. طبعا قلب الدنيا خالص ترانسفورم دوت على دكتور بيقعد شاطر كامل في الماده الاقراص ترانسفورم. علاقته علشان نستفيد منه في المعنى بتاع اللي هو المور جنرال سورس. وكمان ممكن تحلوا لي شابتر هنا اسمه ترانزيت السنه الجايه ان شاء الله. السنه دي مش هنحل بيها كده من الصفر يعني. وكذلك العالم الاقراص وبطل الاقراص ترانسفورم هو اللي فتح المجال لعلم جديد اسمه الاوتوماتيك كنترول انجينيرنج. لولا الاقراص ما كناش عملنا هذا الفرع العلمي. هو طبعا علم متقدم جدا ولنا في الكليه بناخد اكثر ثلاث مواد اوتوماتيك كنترول. تاخدوا ماده اسمها سيستم داينامكس السنه الجايه ان شاء الله. دي اللي هي انتروداكشن اوتوماتيك كنترول. وبعد كده هتبقى القسم اللي هتخش بقى في كنترول 1 وكنترول 2 ويعني ليفلز مختلفه وكلها احنا درسناها يعني كان ليها خاص ده درسها كلها. فلولا الاقراص مصفوح ما كناش قدرنا نستوحي هذه المعاني. زي بالظبط انتم حاليا بتاخدوا حاجه اسمها فورير ترانسفورم. فورير بتسموه فورير مش كده؟ بدات
الدول الثالثة هو عالي كويس، عالي كويس اسمه فوريه، بعضنا بيسميها فوريه، لكن صح مش مشكلة خالص. المهم احنا بناخد الرياضة عشان نستفيد منه الكهرباء. وبرضه بقى مليان كذا مادة مش مادة واحدة. فده برضه فايدة طبعا مهمة جدا جدا إن شاء الله. أنا يا جماعة اسمي سعيد فؤاد محمد الغيمر، وفي مجال الأبحاث العلمية طبعا ما بيفرقش اسمنا بين الاختصار بتاعها اس دوت اف دوت الغيمر. ده في مجال الانترناشونال ريسيرش. جوجل حاليا بقى لها سنة كده بيعمل حاجة اسمها جوجل ساينتفك سكولر، بيجمع الأبحاث العالمية اللي بيشوفها الدكاترة في أي دولة في مجال العالم كله يعني، فهو حاطين جنب علينا كلنا حاجات كويسة جدا والحمد لله. فممكن طبعا تعملوا سيرش على المنصات كده وتشوفوا الحاجات اللي جوجل مجمعها لنا يعني كده أوي. عشان بس تعرف ان الاساتذه بتوعك كانوا شغالين في مجال البحث العلمي العالمي بشكل قوي جدا. وانا يعني على اقل واحد فيهم، لكن بس عشان ايه؟ لان في بعض بيشتكي مثلا ان الدكاتره ما بتعرفش تشرح، مش عارف ما بتفهمش كويس، مش عارف ايه. موضوع الشرح ده موضوع يعني نوع من التفاعل بينك وبين الدكتور، لكن ده لا علاقه له بمجال ان انت الاساتذه بتوعك ان شاء الله باذن الله في مجال البحث العلمي متميزين جدا والحمد لله. تتصرف لو سافرت اي دوله في العالم، يعني انا رحت كندا لقيت رئيس الجامعه مصري، العميد مصري، ورؤساء الاقسام مصريين. فيعني دي كانت كندا يا جماعه، كندا من الدول الثمانيه الصناعيه الكبرى، من الدول العظمى في مجال الصناعه. فتجد ان البيولوجيست كلهم زي احمد دويل، يعني دي نسخه كبيره جدا من الدكتور احمد دويل، والحمد لله كلهم مصريين يعني. وكمان اعتقد ان الكورس اللي بتدرسها هنا هي اللي بتدرسها في كندا وفي امريكا وفي اي مكان في العالم، نفس الكورس. الفرق بس الامكانيات يا جماعه، الامكانيات هناك عاليه جدا. لكن انت الحمد لله بتدرس كورسز من اقوى ما يمكن، ولو رحت هناك هتلاقي نفسك اشهر من كل الجلسات الثانيه. تلاقي نفسك شاطر جدا بفضل القوه اللي انت ايه؟ اللي انت بتاخدها عندنا هنا يعني والحمد لله. هما طبعا بيعملوا حاجه هناك مهمه جدا احنا بدأنا نعملها برضه، وهي ان بعد التخرج بيرجعك الجامعه تاني، لما تروح تشتغل في اي مكان في اي مصنع او كده في الغالب بيرجعك الكليه تاني عشان تدرس حسابه لمده سنه او سنتين. تدرس سنه او سنتين على حساب المصنع، بس تدرس بقى تدرس تخصص التحقيق للمصنع. انما الخمس سنين هندسه هم اللي عندنا هم اللي هناك. طبعا تخيل بقى انت قاعد سنه كامله او 30 بعد كل سنه او 30 كام ماده؟ نقول 10 مثلا. فلو 10 سنه او رجعوا 30 يدرس 20، ال 20 كلهم ماده واحده اللي هي التخصص بتاع المصنع. فطبعا بيقدر يبدا فيها ويوصل ايه؟ يوصل اعلى حاجه شغالين فيها، فبيقدر ايه دايما يعني، لان في بعضهم بيسال يقول لك ان النقل ده قديم ولا مش هنلحق نواكب التطور ولا كلام من ده. وده طبعا كلنا حاسين بكده مش كده؟ احنا كل يوم ما بنلحقش اسماء الاختراعات. مش لاحقين على اسماء الاختراعات، يعني كل يوم بينزل موبايل جديد مثلا ما بتعرفش اسمه. مش كده؟ ما بتعرفش اسمه. مش ما بتعرفش تركيب الالكتر سيركت اللي جواه او الديزاين بتاعه، لا انت مش عارف الديزاين ده، انت مش لاحق تلحق تعرف الاسماء بتاعت الحاجه. لكن ده ما يقلقش شيء، هي الكورس هي بس انت بعد ما تتخرج بتبدا بقى تتخصص في حاجه معينه فبتجري فيها لغايه ما توصل لاعلى مستوى ممكن. بره المدارس بيعملوها على حسابهم بشكل يعني مفضل، وهنا بدانا نعمل الكلام ده. او كلنا عمالنا بقى بنتخرج بعد مثلا سنه ولا اثنين عمالين ايه؟ نحتك بمجال الشغل بقى، ونصاحب على فنيين، ونحاول يعني ان نقدر نسويها معاهم عشان ناخد الايه؟ الخبره اللي عندهم. هم عندهم خبره عمليه مع الشركه، انت محروم من العمل، او العمل عندك يعني قليل قوي، لان احنا طبعا في كليه اكاديميه. فبتحاول تعوض الحكايه دي على مدى سنه او سنتين عن طريق ايه؟ الصحفيه مع الفنيين وطرق السرات وكده. وطبعا بلد انت لقطت الكلام ده خلاص، طبعا ايه؟ اشهر منهم كلهم بحكم الاساس النظري القوي جدا للعمل. يا جماعه الهندسه الاكاديميه
اعلى من الهندسه العمليه او الكليشن. يعني عندنا في مصر كليه الهندسه عين شمس والقاهره واسكندريه واسيوط، دي كلها هندسه اكاديميه. يعني ديزاينر غير مثلا لما كانت كلمه كليه الهندسه والتكنولوجيا، تكنولوجيا يعني اكليشن، تكنولوجي يعني انت تعمل الديزاين كاكاديمي على الورق وهو ياخد منك الورق ايه؟ ينفذه. مين الاعلى؟ اللي بيعمل ديزاين هو ده الاعلى. اعلى شخص في اليابان شخص قاعد ماسك ورق عمال يخترع على ورق ويقول خد نفذه دي. ده الاعلى هو الاكاديمي. بعد كده خد نفذ ده المهندس بقى الاقل اللي هو التكنولوجي اللي هو متصل بايه؟ بالفنيين والناحيه التنفيذيه وكده. وان كان يعني البلد طبعا بيحبوا الشخص اللي بيفهم في العمل كويس، لان انت قسم كهرباء من ساعه ما تقول له دخلت كهرباء اي حاجه ممكن تعطل يقول لك ايه؟ صلح. تقول له لا اصل انا انت مش كهرباء. صلح دي. طبعا ما تعرفش او مثلا طلع لعبه كبير ولا حاجه. ازاي انت ما تعرفش تطلع لعبه؟ يعني بعض العمليات يعني ما يعرفش اللي كده خالص. لانما انت محتاج تقول لهم ايه؟ تقول لهم الشغل الكهرباء اللي في البيت ده اسمه سليسيون وده تخصص دبلوم صنايع عكس الكهرباء. دبلوم اللي هو بعد الاعداديه 3 سنين ثانوي صناعي قسم كهرباء وقسم تركيبات كهربائيه ده اللي بيتعلم السليسيون اللي هي الحاجات اللي بتحصل في البيت اللي تركيب الكهرباء والاكل ومش عارف ايه. لكن هي نظره بقى ايه؟ الكهرباء وعي ده الكهرباء صح اهو حصل. طبعا نقدر نعملها يعني في وقت ما يحاول يرضي العيال في هذا المجال ويدرس الكلام ده مثلا في الاجازه ولا حاجه يطلع كلام تافه جدا ويعمل ده كمان بقى بيعمل بيرد الكرات الكهربيه في الاولاد اللي عندهم بعضهم بحكم ان هو يرجع كذا مره وخلاص خلصها يعني. لكن التخصص يا جماعه في حاجه اسمها التخصص الدقيق فده حاجه ما تحرجكش ولا حاجه. هو مش تخصصك. انا مش تخصص التلفزيون عشان لما يحصل قبل اصلحها او كده. انا ديزاينر يعني ديزاينر يعني بشتغل على ورق بعمل ده على ورق. ما يقول لك انت ايه؟ بتاع ورق بس. تعرفين اينشتاين مخترع النسبية لما طبعا الاول كان بيوصف ان هو شخص مريض ومش عارف انطوائي وعنده مرض نفسي وكان يعتمد المدرسه والكلام ده كله لما طلع النظريه النسبيه بتاعته طبعا قلب الدنيا حاطين عليه بقى اعداء النجاح طبعا قالوا يحكموه مش اي حاجه لها معنى في الكلام اللي بيقوله او مش حاجه عمليه او كده لولا بس ان هو يعني قال لهم انه بناء على النظريه النسبيه هيحصل كسوف للشمس الساعه كذا الدقيقه كذا الثانيه كذا. دي الحاجة الوحيدة بس اللي أنقذته وحولته طبعا لشهرة مطلقة بعد ما كان بيهاجم هجوم فظيع جدا. لأنه حصل زي ما قال بالظبط. وبدأ بقى إيه؟ بدأ أينشتاين المشهور جدا إن ألمانيا وإسرائيل بيتنازعوا على إيه؟ على إن هما ينسبوا نفسهم يعني هو ألماني الجنسية أو إسرائيل الجنسية إلى آخره. ومع ذلك بقى أينشتاين كله كان على ورق مستحيل التنفيذ. شوف عندكم ورق عن النظريه النسبيه كله كلام طبعا يعني لو شخص مثلا سافر بسرعه الضوء الى كوكب المريخ ورجع تاني هيكون فات 10 سنين من عمره بينما فات 60 سنه فيلاقي ابنه بقى اكبر منه. ده كلام اينشتاين وده كلام علميا له معنى لكن هل بيحقق؟ مش ممكن. فطبعا كاشكال تانيه كان يهاجم الى ان اسباب الاتصال لهذا الامر. فالقصد اقول لك ان انت هندسه اكاديميه انت وبعض الكليات الثانيه في مصر اللي هم عين شمس والقاهره والاسكندريه واسيوط دول كلهم اكاديمي يعني ديزاين اولا ثم التكنولوجي بقى اللي هو ايه اللي هو ينفذ الكلام ده. ما ينفعش تدرس السيرفنج وننتهي بعد ما بقول لك يعني انت هتستعملها ان شاء الله لغايه التخرج باذن الله. ضروري نفضل فاكرين ايه التغيرات. اللي هندرسه الترم الثاني كله عباره عن ابلكيشنز. اول ابلكيشن هناخده اللي هو الفري فيس سيستم. الفري فيس سيستم يا جماعه هو نظام توريد الكهرباء في العالم كله.
اللي نزلته اللي جواها من نوع اسمه سينكرونس ماشين او نيكلز او تورنيتور وبيولد كهرباء ثري فيز. في اي مكان في العالم مش مصر بس هتلاقي عمليه كهرباء ثري فيز جنريتور، ثري فيز ترانسميشن، ثري فيز ديستريبيوشن لغايه باب الشقه بتاعتك. معرفش اخواتكم ولا لا، حد ياخد باله من الكابل اللي داخل العماره؟ الكابل ده طالع بالكهرباء لغايه فوق لغايه الشقه بتاعتك. نلاحظ ان الكابل عباره عن شكله ايه؟ نطلع الكهرباء. بيبقى جوه الخط يا جماعه عندي اربعه اللي هو ايه؟ الزي بي والاي والبي والسي وخط اسمه النيوترال كده. لما يبقى في الشقه بقى في محطه كهرباء حتى لو اطفال لغايه البيت بتاعه كله زي بي. ادي بيتا واثنين ثلاثه الخط اسمه النيوترال. بعد كده لما دخل بقى كهرباء على الشقه بتاعتنا تبقى ايه؟ جاست وان فيز بس، يعني بناخد خط النيوترال مع اي فيزا من الثلاثه عشان نجيب ما يسمى بالفيز فولتج. الفيز فولتج ده 220 فولت. يبقى يعني الحاله الوحيده اللي في الفيز هي اللي جوه الشقه بتاعتنا بس. انما غير كده جنريشن ترانسميشن ديستريبيوشن 3 فيز. والمصانع كلها 3 فيز، المصانع بتاخد المودلز كلها ال 10 مودلز بتاخد الكابل بالكامل. بيخش الستار او الدلتا بتاعت الثري فيز اندكشن موتور بتاع المصنع. وطبعا انتوا عارفين ان اللوز القويه يا جماعه هي البيوت ولا المصانع؟ اللوز دي المصانع طبعا من دلوقتي المصانع هتاخد الثري فيز كله. يعني لما تزور المصنع تلاقي اندكشن موتورز علشان في ايه من جوه؟ ستار او دلتا. وبالتالي هو عايز كهرباء على الكابل الكامل، عايز ياخد كله ثري فيز. والمصنع بيصنف على انه هيفي لود، لود ايه؟ لود قوي جدا. مصنع صغير في كافه المنطقه العباسيه كلها من ناحيه استهلاك كهرباء. الكهرباء بتاعت البيوت دي بنسميها ريزيدنشال لود، ريزيدنشال لود ضعيف مقارنه بايه؟ بالاندستريال لود وكده المصانع. فده اول شرط اللي انتم فاهمين بالرسوم على الدكتور نبيل حامد، هو بيدرس اجزاء من الكورس وانا درس اجزاء ثانيه. فطبعا بندرسه ليه؟ لان هو نظام توليد الكهرباء او نظام الكهرباء العام في مصر والعالم كله. ليه ما بندرسش كهرباء سنجل فيز؟ ليه ما بندرسش دي سي؟ لان الثري فيز بيتمتع حوالي 10 ادفانتج او يمكن اكثر من 10 كمان عن بقيه الانظمه الاخرى زي السنجل فيز والدي سي والكلام ده. فده السبب يعني. برغم ان احنا محتاج انتوا كلكم حاطين نحتاج ايه اكتر؟ دي سي مش كده؟ انت كل شويه حاطط الموبايل مش حلو. موبايل مش حلو لا تعمل يعني ايه مش حلو؟ الموبايل جواه بطاريه 5 فولت. دي سي مش عم بطاريه. فيبقى انت لما بتحط الفيشه كده بتحول الاي سي اول بالترانسفورمر الى اي سي مخفض تنزله من 220 فولت ل 5 فولت. هيبقى 5 فولت اي سي. فجوه التلاتة في حاجة تانية كمان غير الترانسفورمر اللي هي بنسميها ريكتفاير أو كونفرتر، سمعت عن ريكتفاير؟ عندكم بس الإلكترونيك اللي ده في إلكترونيك هيدرس لكم بقى إيه ال السيمي كوندكتورز والريكتفاير وكده اللي هو الديود يعني اللي هو كوسيلة للتحويل من إي سي للدي سي. فهتلاقي الريكتفاير سيف اللي موجودة جوه الشاحن بتاع الموبايل. الشاحن يا جماعة بتاع الموبايل ولا الأدابتور ده عبارة عن حاجتين، ترانسفورمر ينزل من 220 ل 5 فولت اي سي، وبعدين دايود او ريكتفايرز تحول الاي سي ده لايه؟ لدي سي. وسهل جدا ان احنا نحول من اي سي لدي سي. العكس صعب جدا. يعني لو انا ما عملتش ريشن دي سي هيبقى صعب قوي احول دي سي وانا محتاج اي سي. دي احد ال 10 مميزات في تباين الثري فيز يعني. ان انا سهل احصل منه على بقيه الاذر فورمز من السيجنالز بينما العكس يبقى صعب. اوكي؟ في شرط تاني اسمه ترانزنت، ترانزنت اناليسيس. احنا بنقول احنا بندرس 3 فيز علشان ده نظام الكهرباء في العالم كله. طب ليه هندرس ترانزنت؟ هندرس ترانزنت لانها ظاهره بتحدث
لجميع الكائنات بما في ذلك الجماد. يعني الجماد الحية وغير الحية. وهذه الظاهرة اللي ندرسها خوفا منها، هي ظاهرة خطر جدا. بتسمى باللغة العربية الفترة الانتقالية. ترانزيت فيجن أو ترانزيت. ترانزيت أو ترانزيت يعني الفترة الانتقالية أو الفترة العابرة المؤقتة ما بين حالتين إلى لغة مستقرة. أي سيستم في الدنيا شغال مستقر وتمام بيسميه ستيدي ستيت. لو تعرض لأي سادن تشينج لازم يمر الفترة المؤقتة اللي هي الفترة الانتقالية اللي بنسميها إيه؟ بنسميها ترانزيت. بعد ما السيستم يستوعب ترانزيت ويهدى يرجع تاني يبقى نورمال ويرجع تاني ستيدي ستيت. يبقى احنا عندنا في انيشال ستيدي ستيت، انيشال ستيدي ستيت، وبعدين فاينل ستيدي ستيت. بينما ايه؟ بينما الفترة الخطر جدا اللي هي اسمها ترانزيت، ترانزيت فيديوز. في 49.9% من السيستمز، والحمد لله يعني من نعم ربنا، ان الترانزيت فيديوز ده بيبقى الباور بتاعته باور نيجاتيف كده يا جماعه. طيب لما هو بيعبر عن الرياضيات اكسبوننشال بباور نيجاتيف. بالنيجاتيف مع التايم يعني كل ما الوقت عندي يحصل ايه؟ كل ما التايم يزيد الرقم ده يحصل ايه؟ يعني يبقى الكلام ده هيكتبني مع الوقت ونوصل للفاينل ستيدي ستيت. خد بالك؟ صار في شيء زي ايه مثلا؟ زي مثلا يحصل زلزال. المبنى موجود ومستقر انيشال ستيدي ستيت. حصل صادم تشينج اللي هو الزلزال. فيحصل ايه المبنى؟ يمر فترة خطر جدا. بيحصل فيها اوسليشن ممكن يستوعبها ويعدي لبر الامان يوصل لبر الستيدي ستيت. وممكن لا قدر الله المبنى يحصل له ايه؟ ممكن ينهار. مش كده؟ ايه سبب الانهيار دوت؟ سبب الانهيار هو فترة الترانزيت اللي هي خطر جدا. مش في بعضنا بيلاحظ لما يجي يولع اللمبه في البيت عنده ان هو لما يجي يدوس على السويتش ان في شراره جوه؟ في حد بياخد باله من الشراره جوه؟ الشراره اللي جوه اسمها ترانزيت. انت دخلت الاوضه بتاعتك وعايز تنور النور فهتدوس على السويتش كده السيركت هتنتقل من انيشال ستيدي ستيت اللي هي نو كارت الى فاينل ستيدي ستيت اللي هي نقطه هتنور في كارت. طالما عملت تشينج للستيت يبقى لازم تنور فتره ترانزيت. فاثناءها يا جماعه اثناء الترانزيت دي بينشا من طرفي سويتش هاي فولتج فولت عالي جدا فولت غير طبيعي. بيعمل ايه الهواء؟ بيعمل له ايزوليشن بيعمل له سبارك. يبقى السويتش سويتش دوت لما بيبقى فيه كده هيحصل سبارك هنا نتيجه ان في هاي فولتج من طرفي سويتش كافي جدا ان هو يقلل الهواء يعمل له ايزوليشن. تخيل بقى ان في شراره كهربيه نشات في الـ في الـ في الـ في, الـ في السويتش الضعيف اللي هو احنا البيت البيوت بتاعتنا كلها فولت قد ايه؟ 22 فولت مش كده؟ على شبكه الكهرباء بتاعت مصر شبكه الكهرباء يا جماعه هاي فولتج 750 كيلو فولت. شبكه الكهرباء بتاعت مصر وصلوا في بعض الاجزاء الى هاي فولتج مقداره كام؟ انا بقول لك لما يكون 220 بيحصل لك سبايك من الحراره. طب لما يكون 750 كيلو فولت يعني 750 الف فولت ده معناه ان انت لو كنت عامل سويتش جون هيحصل شراره؟ لا. ما بيحصل ايه؟ بيبقى السويتش ده السويتش ده هو اللي بنسميه سيركت بريكر. سيركت بريكر ده بيبقى مزود بتنكات زيت عشان ننتفع الديود بضغط عالي جدا لاقطاع النار. يبقى في الهاي فولتج شرط الكهرباء لما يجي يعمل سويتش اون لازم ننتفع الديود عشان تسيطر على الحريقه اللي ممكن تحصل. ولذلك المهندسين بيعملوا 1000 اجسام للحظات الترانزيت دي اللي هي لحظات السايلنت تشينج.
لازم المهندسين بيبقوا عاملين حاجه بقى طوارئ بقى لما يجي يعملوا سويتشنج اون او سويتشنج اوف سادن تشينج ده، لان مع الهاي فولتج هيحصل نار حريقه فظيعه جدا، فبيبقى السيرت بريكر او السويتش الضغط ده مزود بتنفيذ زيت تنتفع بضغط عالي جدا لاطفاء النار. وحاليا تم استبدالها بحاجه افضل غاز اسمه اس ام 6. اس ام 6 ده له قدره عاليه جدا على اطفاء الحرائق. طب ايه السبب من السبارك او الحريقه اللي ممكن تحصل دي؟ سببها مين؟ سببها الشطه زي ما بنقول اللي هو الفتره يا جماعه الانتقاليه اللي هيمر بيها السيستم لما اجي اعمل سيرش المهم واغير حالي. اغير حالي من نون كارنت الى كارنت. وخدوها قاعده عامه. اي محاوله لتغيير الحاله لازم يمر السيستم بحاله تنظيم. انت كشخص قاعد مثلا مستغرق في الاضطراب وجي واحد صاحبك عتاب عليك تفضل كده فجاه. انت في حاله معينه مستقبلها ستيت ستيت لما يجي يفضل فجاه كده كده بيعمل صادم ده لما بيجي صادم صادم تشينج. فانت ساعتها ممكن يبقى رد فعل غير طبيعي خالص خطر جدا. او بس بتعرف مين اللي مين اللي دخل فجاه او مين عمل الحركه دي او كده وتبدا بعد كده ترجع للايه؟ الستيت ستيت بتاعك تاني. طب ممكن مثلا ساعتها ايه؟ تنضغط المنظر العادي مش كده؟ يعني ولذلك في نصيحه عامه ان انت لو عندك خبر لا قدر الله محزن قوي او مضحك قوي ما تقولوش لحد فجاه لان ممكن الضغط احنا كنا زمان والله يا جماعه يعني حاجه حقيقيه ان واحد التجار الكبار لما جاله خبر ان المحل اتصرف مليون جنيه زمان، مليون جنيه ده كان رقم يعني، فساعتها كان قاعد في الدفاع يعني جاله ولا بلا شلل. اتشلل من الخبر بس اللي طبعا اللي وصلوا له الخبر ده كبيره جدا لان كان لازم يتقال ايه؟ بالراحه خالص ما كده يعني. الكلاس يا جماعه او الفتره الانتقاليه، من اخطر ما يمكن. ياما سمعنا عن ايه؟ المصنع الفلاني ولع، عليه حصل ماس كهربائي، الماس الكهربائي سببه ايه؟ سببه حاله ترانزيت. احنا مش سمعنا في مصر عن ان مصر كده كانت ثلاث ارباع جمهوريه وبقيت مصر كلها كانت تطفي قطع الكهرباء. السبب كده ايه؟ بيبقى مجرد تغير في السيستم فاجهزه البروتكشن بتوصل عشان تحمي نفسها. يعني مثلا لو حاطط كهرباء وديت الكهرباء بقدر معين. لو فجاه اصبح مطلوب منها اعلى اوفر لود. لما يحصل اوفر لود لازم اجهزه البروتكشن بتاع المحطه دي توصل، ليه على فين؟ تحمي نفسها اجهزه الاوفر لود. يبقى المحطه اللي جنبها بقت ايه؟ طب دي بطلت. بقت بطلت هي تشيل الاثنين مع بعض بقت فور اوفر لود منفصل. وهكذا تلاقي كل محطات الكهرباء بدات تفصل بتتابع فيما يسمى بالبلاك اوت. البلاك اوت حصل في مصر مرتين. مره رهيبه خالص كده وقعدوا الناس طبعا يعني الدنيا نتيجه ما فيش فهم علمي للموضوع. وزمان خالص في الثمانينات برضه حصل بلاك اوت. سبب البلاك اوت ان السيستم بتاعك سيستم قوي وسيستم معمول صح. فلما يكون معمول صح لو حصل اي مشكله يا جماعه بيفصل عشان يحمي السيستم. يعني انت عندك في البيت لو معمول لك الكهرباء مظبوط وحصل اي ابدا او اي مشكله اضطرت لان الفيوز خطا عليه. الفيوز خطا وقطع لك الكهرباء انت ممكن الظاهريه تتعب. لكن لما يكون عندك عين لو انت عندك عين هندسي صح تعرف ان ده معناه ان الفيوز سليم. الفيوزات عندك البروتكشن سليمه. لان انا حاسس ان في مشكله معايا في حاجه فاصله عشان الجهاز اللي انت شغاله ما يولعش ساعتها او عشان بيحصل مشكله في الفلاتات. انت الضرريه كده في بيتك كهرباء قطعت في بيتك كهرباء بتاعته وبيقول لك الكهرباء مش سليمه. ده كده كلام جهلي مش كلام علمي. كلام علمي صح ان الفيوزات موصلت عشان هي معموله مظبوط بحيث في حاله اضافت في حاجه صلحت في مشكله معايا صلحت. ولا نسيب الحاجه للملايين تولع وتبوظ عشان خاطر ان الكهرباء ما تقطعش عشان خاطر نقعد نهي الدنيا وكلام من ده. كل ده غلط. انا في معين معايا حضر ماجستير قعد 5 سنين يعمل بحث علمي في البلاك اوت.
تتحرك طبعا عن دولة كامل أو عن سنتين بعد دولة. ده يا جماعة اسمه بلاك أوت. حصل 20 مرة على مستوى العالم. 20 مرة. في أمريكا مرة وفي كندا مرة وفي سويسرا مرتين. أربع سنين. 20 مرة في أعظم رياضة متقدمة. حصل عندنا احنا مرتين لكن مش عارف يقعد يبكى يقعد يهيئ الدنيا يقعد يعمل زي ما تشوف كده الأحاسيس الناس تغير تتكلم خلاص. الاستاذ على الصلاه ويدخلوا للبلاك اوت، الاطار البلاك اوت وازاي لما يحصل تسليم بعد كده تسليم بتاع الرابعه بشكل علمي كامل. عمليه الاستعاده دي عكس البلاك اوت اسمها ريستوريشن. واعتقدوا ابحاث في هذا الصوره في بعض دول العالم في هذا المجال ايه الريستوريشن او البلاك اوت. فاحنا بنزيد على دول لما نلاقي مشكله وفعلا الاستقرار خالص زي والله الحرب اللي حصل على مصر مثلا من فتره من كل الكلام ده غير علمي وتهييج وخلاص يعني ما تكتبش. ربنا صلح الدكاتره المتخصصين قال لهم ان الكلام ده حصل على مستوى العالم 20 مره في اعظم الدول المتقدمه. السيستم بتاعك بيحمي نفسه ما بيفصلش الكهرباء. فوانت الدول ده بطل اللي بعد كده هيفصل لانه اصبح لازم يحمي نفسه وهكذا. فانا مش عارف طبعا ايه هو بيتكلم خلاص مش محتاج يتكلم يعني. طيب الدراسة اللي بيحصل في السيركت واللي ممكن يعمل لي شرارة مثلا لما اجي اعمل سويتش اون زمن وقت ايه يا جماعة؟ في الالكتريك سيركت الدراسة زمنه بالمايكرو سكند او بالملي سكند. ملي سكند يعني 30 ثانية. مايكرو سكند يعني واحدة على مليون في الثانية وملي سكند يعني واحدة على 1000 في الثانية. تخيلوا الدراسة سيركت سريع للغاية بيحصل بالملي سكند. أجزاء القلب في الثانية كافية تماما إن هي تعمل لنا إيه؟ كوارث الأجهزة الكهربائية. بينما الترانزنس المبنى المباني لو حصل زلزال ولا غيره، الترانزنس ممكن يستمر إيه؟ دقائق مش كده؟ الترانزنس في الإنسان ممكن يستمر سنوات، ممكن في بعضكم على فكرة بيعتبروا كلية هندسة الترانزنس. فترة انتقالية. هو كان متفوق جدا لغاية وبعدين دخل الكليه في نفس عباده او يعني مش متاقلم عليها يعني ما هو مش متاقلم كده هو نورمال يبقى في حاله ايه؟ حاله ترانزيت. اذا رجع لا اذا رجع للمستوى احنا اللي كان في ثانوي كده كده يبقى وصل للايه؟ للفاينل ستيت. ففي بعض الناس انا عملتهم نفسي ان هو كان في الكليه يا دوبك بيجيب مقبول وشعور لكن لما اتخرج قبلنا بعد كده بقى يعني فيغير جدا في مجال شغله وكده. ليه؟ لانه رجع نفس الحاجه اللي كان فيها زمان بس ما كانش راجع عن الهندسه ما بيحبهاش قوي مش عارف ايه. فتخيل بقى قعد فتره في ايه فتره انتقاليه. فتره انتقاليه. بتطورات الشعور الترانزيت ممكن يبتدي 20 سنه. على الثورة على الفترة الانتقالية لغاية ما الثورة تهدى وترجع للسن السن ممكن توصل لغاية 29 سنة ولا حاجة. المهم يعني ايه؟ ان زمن الترانزيت بيحتاج مبدئيا في السيستم. في السيرفيس في الميلي سكند او المايكرو سكند في السيفن انجينيرنج مثلا في دقائق ان كان ممكن سنوات ولا حاجة في الثورات ممكن عشرات السنين الى اخره. لكن هي في النهاية فترة انتقالية مؤقتة وبعدها هنبدا السيستم ان شاء الله باذن الله ايه؟ للستيت ستيت تاني. ودي تتطور الحكايه يا جماعه عشان يكون السيستم امن لازم الترانزيت يكون بالباور ايه؟ بالنيجاتيف. لو لا قدر الله الانسوليشن ده بالباور في الباور تبقى كارثه. لان كل ما يرجع عادي يحصل ايه؟ يزيد الترانزيت ده بيرجع للسيطره ويبقى انستيبل. ده الحمد لله ما بيحصلش. نعم الترانزيت يتم وصفه بجميع المجالات في الدريشنال ايكويشن. فلما نلاقي الدريشنال ايكويشن يبقى لها جزئين في الحل جزء اسمه كومبلمنتري فانكشن وجزء بارتيكولار انتجرال. الكومبلمنتري ده هو الترانزيت اللي هو في الاخر بيطلع لك على شكل اكسبوننشال كده زي ما قلنا في الرياضه.
لما بيحصل رنين في الصوت، بيحصل برضه رنين في الدوائر الكهربية، وبيبقى لهم فوائده ولهم أضراره أيضا. يعني الريزونانس ظاهرة بتحصل غصب عننا، لها فوائد ولها أيضا إيه؟ أضرار. من ضمن فوائدها إنها تستعمل في توليد الهاي فولتج، تستعمل في تصنيع الأجهزة الطبية لتعالج الفيروس بي وسي ومش عارف إيه، في محاولات إعلان بي إس إلى آخره، في أجهزة طبية قائمة على الريزونانس. لو ان شاء الله قضى معانا الوقت، يعني نامل ان ناخد كمان الشابتر اللي هو الجينيتيك ريكفري سيرفيس. انا والدكتور امين حمد اللي مسؤولك، اللي هو السيرفيس اللي قائم، او يعني لولا هذا المعنى اللي هو الجينيتيك ريكفري ده، ما كانش بقى فيه اهم جهاز الكهرباء اللي هو الترانسفورمر. كلنا عارفين ما فيش حاجه بتحصل بالترانسفورمر، مش كده؟ حتى الشاحن بتاع الموبايل الصغير ده، الشاحن بتاع الموبايل الصغير ده طبعا هو موبايل ترانسفورمر والفاير. فالترانسفورمر في الجهاز لولا المعنى بتاع الدايركت كابلنج ده ما كانش فيه ترانسفورمر. المطلوب في الدايركت كابلنج اللي هو ان يتوافق تو واي جنب بعض، فاحدهم يتاثر على بعض. وده اللي بيحصل في الترانسفورمر ما بين الدرايفر والايه؟ والسكند. كلنا عارفين ترانسفورمر فهتلاقي في الفيزكس ان هو تو واي او تو وايندنج، درايفر والايه؟ والسكندري. البرايمري هو اوبشن سورس، والسكندري بيأثر لهذا الامر، فدي التأثير ده بيولد كهرباء يديها للود. فلولا التداخل ما بينهما اللي هو بيسمى بالكابلنج او الولايات الكابلنج، ما كانش في فيه ترانسفورم. الشرط الاخير اللي هو تو وات اللي انا هبدا بيه، والدكتور ربيع حمد على رأيه هيبدا بقى في السي في دلوقتي، مش كده؟ تمام. التو وات اللي هنشتغل بيه دلوقتي يا جماعه، ده عبارة عن سيركتس. قبل بعض التو وورد، ايه الكتب اللي ممكن تنفعنا او ممكن نشتغل منها؟ المادة بتاعتنا يعني تكاد تكون مادة تمتاز بان اي كتاب سيركتس موجود في المنهج بتاعنا. اي كتاب يا جماعة عنوانه تكنيك سيركتس او انجينيرنج سيركتس او انجينيرنج سيركت اناليسيس او انتدكتري تو الكتريك سيركتس، كل ده عبارة عن ايه؟ فيها كلمة سيركتس دي هتركز فيها كلها المنهج بتاعنا. وفي كتب منها على فكره فري، صوت خافي على النت فري، يعني كتاب زي هاي مثلا كده موجود على النت. هايت، ويليام هايت، ويليام هايت من علماء الاعلام، يعني الراجل العالم معروف جدا في مجال السيركتس والفيلدز. في ماده بتدرسها اصلا اللي هي سنه ثانيه اسمها ماجنتيك فيلدز، مادة مجالات، مادة من أقوى ما يمكن ومن أعظم ما يمكن. هايت قال لها كتاب برضه رائع في هذا المجال. هو على فكرة توفى من حوالي سنتين، لكن ما زال تلاميذه بيدوسوا الكتاب وبيطوروه كده ما شاء الله معايا. فالكتاب بتاعه موجود، موجود بره الكلية، كل المكان اللي هنا موجود في صوت الكافي. كذلك كتب أخرى برضه، أي يعني أي حد يبقى عنده منها أحد الكتب هيجد فيه كل حاجة إن شاء الله. زي الكتاب بتاع اللي بلمه دوت، ريتشارد دوت. ريتشارد دوت قال الكتب في السيركتس وكتب في الكواليتي كنترول. تتذكروا كده لما ندرس كنترول إن ممكن كتاب زي دوت ينفعك بس قوي. فريتشارد دوت قال الكتب في السيركتس وكتب في كنترول، نيلسون برضه من غير السيركتس، وايلد ديت صديقه، في كتاب مؤلف ضابط صديقه برضه حلو قوي يا جماعه. اي كتاب ينفع ومش كفايه شيت. المعيدين معاهم شيت بتاع تو وورد، لان الشيت مش كفايه، لازم تستزيد من الكتب. كمان يا جماعه الكتب هي الاصل، لان الكتاب قصته ايه؟ قصته ان هو عمل لك شغل الكونتس او حاطط لك فايل انظم للرسائل اللي جواه، ودي لازم تكون البدايه. اي موضوع بالذات لاول مره اوعى تحكي حاجه ولا شانس. تبدا اول حاجه ايه؟ حاجه تظبط عشان تطمن على نفسك. لما تحل تظبط النظام وتطلع الحاجه مظبوطه خلاص بقى انت فاهم والحمد لله. تخش بقى على حاجه لها فايل الارض، يعني لها رقم مظبوط الفايل الارض، طلع مظبوط هبتدي بقى اخش على ايه؟ على اشياء اللي ما لهاش منطق وانا مطمن انها حاجه صح. انما ما تصدمش من الاول خالص في حاجه ما لهاش اي سوليوشن، وابقى انا مش مصدق بالي ان انا عامل حاجه غلط وانا مش عارف. ده مش صح يا جماعه ابدا.
ده الاول صوت النظام التطور عشان تطمن بس ان انت شغال كويس وده متاح وكده زي القاعدين دول. ماشي؟ طيب الشفره بتاعت الكوره دي اولا كلمه بورد معناها اثنين يا جماعه. بورد اصلا تساوي 2 دبل يبقى 2 بورد يبقوا كام؟ 4. يعني لو احنا عندنا واحد بورد زي ما انت الشقه بتاعتنا الشقه بتاعتنا اللي بتشتغل كهرباء هي هي دي عباره عن 1 بورد 2 بورد يعني 2 دبل الصنهار اللي هو عدد الكهرباء يخش كده جوه خط الكهرباء جوه الدور على كل الاجهزه وبعدين نرجع تاني للدبل بتاعنا فيبقى جوه هو ده الدبل دول كام طرف؟ 2 يعني 1 بورد. الشفطه بتاعنا مش كده الشفطه بتاعنا 2 بورد 2 بورد يعني كام طرف؟ 4 2 اهو واصلين ناحيه السورس بنسميها سن كامل و2 ناحية اللوز بنسميها ريسيفنج يعني. فـ 2 وورد نتورك هي دوائر ذات طبيعة خاصة بتربط ما بين جهتي الإرسال والاستقبال. جهة الإرسال زي ما حضرتك كهرباء سورس. جهة الاستقبال اللي هو الأجهزة اللي عايزة كهرباء الكونسيومر أو اللوز. أي حاجة يا جماعة تدي الكهرباء نسميها سورس أو طباخ. واي حاجه عايزه كهرباء نسميها لود. يعني الادابتور بتاعك ده لما بتيجي تستخدم كهرباء ده كانه اللود بتاعك. جمهوريه مصر العربيه متصله مثلا بالسعوديه كهربائيا. لو السعوديه بتصدر لنا كهرباء يبقى صاحب السعوديه سورس واحنا ايه؟ واحنا لود. لو العكس لو احنا صدرنا كهرباء يبقى احنا اللود واحنا السورس والسعوديه ايه؟ اذا اللود كلمه تطلق على شيء صغير جدا يسحب كهرباء او على دوله بالكامل بتستورد الكهرباء. كلمه الصين اي حاجه تسحب كهرباء نسميها حمل كهربي او كونسيومر يعني. فالتوب وورد بتربط بين السندنج اند بتاع السورس وبين الكونسيومر هو اللون. طب ليه دخل منهم؟ ده الطبيعي انها تكون مش موجوده. الوضع الطبيعي ان انا اوصل السورس لايه؟ باللون دي علاقه حاجه منهم. مش طبيعي، الطبيعي ان مفيش حاجه منهم، يبقى اذا هي جايه لاداه مهمه خاصه. اداه مهمه خاصه زي ايه؟ زي مثلا ان يكون التو وورد دي ترانسفورمر. ترانسفورمر بيجي يخش من السندنج والريسيفنج عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل ستيب اب للفولتج، ستيب داون للفولتج، ستيب اب للكرنت، ستيب داون للكرنت. احنا عارفين ترانسفورمر بيعمل كده؟ ترانسفورمر بيعمل ايه؟ تعالي بالفولت او توطي الفولت او تعالي الكرنت او توطي الكرنت. يعني مهم الترانسفورمر. إذا الترانسفورمر هو مثال للتو وورد نتورك اللي داخلة ما بين السندنج والريسيفنج لأداة وظيفة خاصة وهي إنها تعمل ستيب أب أو داون للكرنت أو للفولتج. في إيه تاني؟ الفلتر. الفلتر دي يا جماعة أنا عندي سورس بالسلطة بيبعت كذا كومبوننت من التريمرز. بينما اللون عايز إيه؟ عايز تريمرز واحد بس. فنقول نحط برضه فلتر بينهما عشان تعمل باص للفريمرز اللي دول عايزه وتمنع تمنع يعني الانيميشن تمنع كفر فريمرز. وخلي بالكم ان مفيش سورس بيولد كهرباء نقيه يعني فاكر دايما ان في كفر فريمرز كده سوبر كومبوست على ال وتحطوها حتى برضه يعني زمان كان الفكره بتاع العربيه مثلا تلاقي ايه وتشغل كده يعمل لك ضوضاء مش كده نويز. النويز دي بتيجي من الرساله اللي جايه لك محمل عليه شويه النويز كومبوننتس عامله ديستورشن او عامله تشويه وكده. فكل طبعا ما الجهاز يبقى ثمنه غالي كل ما يكون جواه فلترز بتنقي ايه؟ بتنقي الصوت وتحجز او تعمل انيميشن الحاجات دي. اللي هيعرفكم الكومبوننتس او الفريكونس المتعدده دي هو العالم اللي بيتكلم فيهم ايه او فوريا. فوريا اللي بتحطوه غلط عليه الهدف منه انه يفكلك السورس الى اجزائه وكل الفريكونس مع بعض وتعرف احجامهم وتعرف تحط جلسه هتشيل ايه وتمنع ايه كده. ده المعنى الكهربائي او الوحده الكهربائيه اللي هي نظريه الفوريير اكسبانشن او الفوريير اكسبانشن اللي انتم بتاخدوها في الرياضه الحاليه. ودي من اهم ما يمكن يا جماعه. اوعى تهمل الرياضه.
بيبقى لابس الصدر هتلاقيه يروح جاي كل بقى مزاد على بقى بعد كده بقى يقابلني بقى حاجات بعيد عنها قبليها خلاص بتعرف حتى العالم ازاي الكليه بتاعتنا دي عباره عن رياضه وفيتنس الا تسمع مره تسمع مره ده راجل فنيه بقى وموهبه وحاجات من انما بيت احسن ده عباره عن خليط ما بين الرياضه والفيتنس فضروري يكون شطار على قد ما يقدر في الاثنين على قد ما يقدر الشخص اللي بيحب الرياضه وقوي الرياضه يبقى غالبا مرتاح في معظم المواقف. اوكي؟ طيب غير الثالثة في ايه؟ هتاخد في الالكترونيك حاجة اسمها ترانزستورز. وسمعت عنها ربما في الفيزيكس قبل كده. الترانزستور سيرفيس لما بتستعمل في الامبليفايرز الدوائر بتوصل بشكل 2 فولت نتورك يعني دي بتوصل على شكل 4 اطفال كده. طرفين سندنج وطرفين ريسيفنج. برغم ان الترانزستور اكثر من ثلاث اطراف بيت وانفتر وكونكتور بعضهم سمع عن الكلام ده ترانزستور جهاز من ثلاث اطراف بيت انفتر وكونكتور بنخلي واحد منهم مشترك بين السندنج والريسيفنج فكده عملنا تو بورد نتورك اثنين على السندنج واثنين على الريسيفنج فان شاء الله هتعملوها انك انت ازاي توصل الترانزستور كتو بورد هيبقى كومن بيت او كومن انفتر او كومن كونكتور حسب ايه الكونكشن عشان تعمل فيها امبليفيكيشن للسيجنال تعمل امبليفاير يبقى برضه كده الترانزستور جاي جاي كده من النص كده من الناحيه دي والناحيه دي عشان يعمل صوره معينه مش كده؟ الترانزميتر لاين الترانزميتر لاين يا جماعه اللي هو خطوط التوصيل الكهرباء اللي بتنقل الكهرباء مثلا من اسوان للقاهره مش بنشوفها في المسافرين؟ شوف دوت وعليها ايه الترانزميتر لاين دي؟ الترانزميتر لاين دي مهمتها ايه؟ مهمتها ان توصل لك الكهرباء اللي من مكان السورس لمكان الايه؟ الكونسيوم. فدي برضه عباره عن تو وورد نتورك داخله من الايه؟ من الجهازين دول. هتلاحظوا الايه؟ ان التو وورد نتورك الاي 1 والاي 2 الاثنين ايه؟ الاثنين داخلين على نفس المكان دي. طب الاي 1 ماشي الاي 1 منطقي لانه جاي من السورس فداخل التو وورد. انما الاثنين داخل ايه؟ ليه العلماء اتفقوا ان التو كارنت هنا زي ما هو مكان تاني؟ ليه؟ طبعا دي جايه عبر خبرات السنين، خلي بالك العلماء ناس قعدوا يجربوا ويتاملوا لان كل واحد من دول الخبره بتاعتهم. فمن الخبره بتاعتهم بيقولوا ان يخلي الاي تو داخل هو كمان في كل الاشكال ما عدا الترانسميشن لاين بقى. اللي هو هنوصفه بما يسمى بالاي نورمال. ده الوحيد اللي هيبقى الاي 2 ايه؟ في الاي 1 اللي هيبقى الاي 2 ايه؟ الاي 2 هيبقى اوت خارج ال 2 وورد نتورك او يعني ليه ينفع الاي 1 يكون داخل والاي 2 كمان يكون داخل؟ دي ازاي دي؟ هي دي بتنفع فعلا في كل حاجه ما عدا الترانسفورمر لان مثلا الترانسفورمر الترانسفورمر عباره عن ايه؟ برايمري وسكندري. طب ليه تاكل برايمري برايمري؟ عشان اوصله للسورس. بينما سكندري لما تكون سكندري هيتوصل باللود. طب ما انت لو كنت عارف تاني وصله للسورس والاولاني وصله باللود بعدها البرايمري ده ايه؟ يبقى اذا الترانسفورمر ينفع اعمل الناحيه دي اخليها ناحيه او العكس والكلام ده من فين ده برضه صح او الترانزستور صح لكن الترانزستور مستحيل لان الترانزستور لاين بيربط بين محطه الكهرباء للاسوار مثلا وبين الكونسيومر في القاهره ينفع احط اسوار احطها في القاهره واحطها في اسوار ما اقدرش ما اقدرش ابدل الاثنين مكان بعض اذا الترانزستور لاين موديل او اي موديل لازم يبقى يدور في الخارج ليه خارج؟ لثبوت الجهه ان جهه السن ثابته ما اقدرش اعكسها وجهه السن ثابته ما اقدرش اعكسها انما في الترانسفورمر ممكن الاقي السن ريسيفنج والريسيفنج سن افك البرايمري اخليه سكندري والسكندري اخليه برايمري ده ممكن اوكي طبعا تركيز الاعصاب ده بتبقى اللي هي بي 1 بيساوي بي سورس ماينس اي 1 بريزنت سورس والاي 1 هو عباره عن ماينس الاي 2 والبي 2 يساوي ايه البي 2 كده احنا جاهزين ان شاء الله نظبط الـ 2 وورد نتورك. انا اتكلمت كده عن منهج
الله